النهارده كل واحد سأل سؤال فهتحاوري الجميلة والصديقة. انا ما اقدرش على نونيتي الجميلة الصغننة. مدام نادية مش سوبر ستار دي سوبر هيومن والله بجد، يعني هي قمة الإنسانية والحنان والعطف. أنا بحس إنها بنتي وأختي ده أنا بقى لا والله أنا بحس فيها كل حاجة، وأنا شرف ليا إن أنا اتعرفت عليها وبقالي سنين والله أنا بحبها من كل قلبي. فأنا مش عارفة أقول إيه، قلبك الأبيض يعني ليلى ليلى وإلهام قاموا بالواجب وزيادة وفصصوكي بصراحة مواقفها معانا كلنا الإنسانية منتهى الجدع. ما انا بقول لك عظيمه، يعني انا لو قعدت اتكلم هقول لا حاجات لا كتير. وقفت جنبي ايام وفاه ماما وكنت تكلميني وتقولي طب ماما كان بتعمل لك الاكله الفلانيه انا هعملها لك، تعالي وتقعدي تاكليني وبعد على كتفي. وبتحب كل الناس، انسانه كل الناس فاتحه الانسانيه. لا بس بتعرفي مين اللي بيحبك بجد من قلبه؟ انا ما بحبش اي حاجه، انا احب قيمه كبيره، احب الشخصيه المتميزة مش هجادة نو no. بس الأغلبية ولازم تعرف وقفها جنب الناس كلها وقفها جنب الناس كلها. ولما تلاقي أي فنان في موقف صعب حتى لو هي مش على اتصال بيه بتكلميه، ولو معكيش النمرة بتكلميه تقولي فين نمرته وتتصلي وبتعملي مجهود وتبعت تلغرافات لو هي مش قادرة تروح بنفسها، وبتعمل مجهود في إن إزاي ممكن نقف جنب الفنان ده حتى ولو معنويا. لا انت انسانيا والله انا اعرف ان انتوا اهلكوا واللي خلفوكوا كان ما حد جيران يتعب تروحوا تاكلوه وتسلفوه وبتعملوا كل الحاجات الحلوه دي. ايه في ايه؟ والله احنا ربنا بينعم علينا في الوسط الفني ان احنا كلنا بنحس فعلا ان احنا عيله واحده. انتوا كلكم حقيقي والله. انا برضه احب اقول حاجه، ان الجير بتاعكم اللي انا شايفاه مترابط اكتر من الاجيال السابقه. لا وانتوا ما شاء الله ده احنا لا صدقيش شهاده عظيمه والله. يعني طبعا دي شهاده عظيمه ان احنا مترابطين. لا ما شاء الله الحمد لله، ده مترابط وفي علاقات ومنهج وفاهم بيعمل ايه، وان ما فيش ال ال اللي ايه الحميمية القرب. مفيش غيرة في منافسة شريفة. لا في في لا لا شريفة لا شريفة لا شريفة شريفة جدا. لا لا مفيش والله العظيم. وبنرحب بالشغل مع بعض ونلتقي في أعمال بس استنى ما بترد انت بقى اتفضلي انا بدافع عننا. انا بقول ايه، انتوا كواعي فهمتوا ان ترابطكم مردود عليكم، فلذلك انتوا عرفتوا كل واحده ايه قدرتها في استيعاب من غير جشع او نهم، فهمتي؟ فعشان كده ايه انتوا بقيتوا بتغرفوا او بتاخدوا قد اللي انتوا تطلبوه، ما بقاش هنا في حاجتك وحاجه الثانيه. الله ولونه شكله احساسي ما يخيبش ابدا. مين دي؟ نادية رفعت قنبلة السينما العربية. يلا جهز كاميراتك واستعد. ايوه
تسمحي تحط رجل على رجل يا فاخره يا باهره. هو الولد ده بيقوز عليا ولا ايه؟ ايه؟ حط رجل على رجل. بصي بقى ناحيته ابتسمي. ايوه صوت واحد حلوه هاي. اسمي يا ست اضحكي كمان شويه. خش يا حنفي صوت. ما زلنا مع مظاهرة الحب والمخرج الكبير عمر عبد العزيز، وطبعا صداقة طويلة وحب كبير للعظيمة نادية لطفي. برحب بيك، والنهاردة ايه رأيك في المظاهرة دي؟ اولا مظاهرة حب، وعلى فكرة ما فيش حد كبير جنب نادية لطفي، يعني وجود نادية بيخلينا كلنا يعني اقزام، دي حقيقة. نورها بيطفي على نور الكهرباء. أنا أول مرة شفت مدام نادية في استوديو نحاس في أبي فوق الشجر، وكان محمد عبد العزيز مساعد مخرج، وبين صعبت عليها فقالت له ما تدخله ينام في أوضتي في سهر. بس الحمد لله الصداقة مستمرة، ويعني هي واجهة مش مشرفة، واجهة كبيرة قوي. فاكرة مش مشرفة؟ لا أعوذ بالله، لا أكبر أكبر من كلمة مشرفة. أنت واجهة، أنتوا الاتنين دمو خفيف وكوميديانات وهتخشوا عمر، لو هتحاورها النهاردة إيه السؤال اللي عايز تسأله؟ هقول لها ممكن اقول حاجه؟ اديله فرصه، اديله فرصه وانت قمر كده، اديله فرصه. هقول لها نحن في احتياج ليكي وللوقت اللي اشتغلتوا فيه بجد، لان الحاله ما بقتش حلوه في جميع الاتجاهات مش السينما بس. حقيقي انا ساعات بمشي بقول مش دي مصر ولا دول المصريين، احنا اتغيرنا كتير، بس الحمد لله اتعلمنا منهم. يعني مدام ناديه مش ممثله، دي واجهه ثقافيه مش اهو. شفتي؟ اه شفتي اهو قفلها اهو. حقيقي واجهه ثقافيه، مهما بتعمل دور بتبقى دارسه الحاله وقاريه لنجيب محفوظ، وعارف الثقافه اللي انعدمت للاسف، يعني اللي بيعتمد على ثقافته وفكره وتفصيله وتحليله طبعا، ولا موقف سياسي معروف، وفنانة بتعرف تختار أدوارها، ويعني حاجة بنحتاجها كتير في ذلك الوقت. واختار أصحابي، ما هو ده اللي بيضايقني فيك. احنا لو قعدنا معاهم طبعا هتشوفوا احلى افيهات واحلى كوميديا، لان طبعا عمر عبد العزيز استاذ في الاعمال الكوميدية، وهي خفة دم غير طبيعية. بشكرك يا عمر. ميرسي وميرسي انك بتجمعينا معاه العظيمة. يعني انا سعيدة النهاردة ان انا بنقل مظاهرة الحب للعظيمة الكبيرة اللي جمعتنا النهاردة على حب الفنانة العظيمة، في مدام رجاء الجداوي كمان جت. يا هلا. فحتولنا مدام رجاء الجداوي بقى كمان، ما زلنا في المظاهرة وما زلنا في الحب. أنا أعتقد الحلقة دي هتقعد ثلاث أيام. ثلاث أيام مش عارفة الحلقة دي عايزة موسوعة.